مغامرات مدرسية وحكايات فريدة. اشتركوا الآن في القناة ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات لتبدأ الحلقة. أنا مودو نجم المدرسة، أحب أصدقائي وأساتذتي. مودو أنا ملك المقالب، كثير الشغبين لكني للعلم طالب. مودو 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 مغامرات مودو مودو. اليوم الأخير، يوم الامتحان، يوم المدرسة الآخر، يوم المدرسة الفاخر. من لم يدرس بجدارة فهذا الفرد الخاسر. ماذا هنالك يا مودو؟ ما بك؟ لقد تأخرنا عن الامتحان. ككل سنة يا كودو، اعتدت أن أكون آخر طالب يصل إلى المدرسة في اليوم الأخير، وقد اخترعت 5 قواعد لذلك. دعني من قواعدك ولنركض بسرعة، فإذا تأخرنا هذه المرة فليس لدينا للتعويض رجعة. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين. في يوم الامتحان لا يكرم المرء بل يهان. لا شك أنها أصعب أسئلة في هذا الزمان. هذا اسمه جنون. الأسئلة أصعب من كل الظنون. أشعر بأن رأسي سينفجر ويدي من التعب ستنكسر، وأشعر بأن روحي يحتضر. إنها سهلة جدا بل سخيفة حقا. انتهينا. ماذا؟ نحن لم نضع وقتنا في السرير ولا باللعب والصفير، بل درسنا بجد وسهرنا الأيام والشهور. والامتحان على من درس يسير. يا له من حلم. انتهت هذه الحلقة، لكن الحكاية لا تزال مستمرة. اشتركوا الآن في القناة لمشاهدة بقية الحلقات.